بالأرقام أريد اليوم عندكم 3000 امرأة مخطوفة مغيبة، بعد شنو اللي ايش قد عدد المهجرين اليوم عندكم، ايش قد عدد الموجودين اليوم بالعراق، ومن أصل ايش قد؟ أريد العالم اليوم يعرف الأرقام، خلينا نحكي بالأرقام شوية. راح أنطيك الأرقام حسب خلينا نقول لجنة المديرية العامة لشؤون اليزيدية في إقليم كردستان. راح أعطيك الأعداد الكاملة. عدد الشهداء في الأيام الأولى، طبعا في الأيام الأولى كان 1200، ثم ازدادوا إلى أن وصلوا إلى 9000. عدد عدد الذين هاجروا خارج البلد 100,000. طيب. عدد المختطفين 6417، منهم 3548 من الإناث و 2869 من الذكور. أعداد الناجين من قبضة داعش الإرهابية 3315، 1155 من النساء و 337 من الرجال، والأطفال الإناث 953 والأطفال الذكور 870. عدد المتبقين 3102 مخطوف. 3102 مختطف، نعم. طيب واليوم الموجودين بالعراق ايش قد عددهم؟ ما يقارب 500,000، اقل من 500,000. ايش قد كان عددكم قبل كل هذا الموضوع؟ اقل من 500، يعني اذا احنا انه طبعا لان ما عدنا بالعراق، يعني الدوله الوحيده اللي ما عندها احصاء مثلا تقريبي، احنا نقدر انه كان عددنا 550,000 تقريبا، 100,000 هاجروا تقريبا بالالاف، ما توقفوا يعني اذا يعني اقل من 500,000 ما موجودين. على فكره من هؤلاء ال 450,000 اللي موجودين 80% منهم نازحين. نازحين 80% موجودين في مخيمات النزوح. يعني هسه خلينا نحكي على انه بال 80%، يعني الرقم هو بال 80% مخيف. 80% من الإزيديين من أهل سنجار هم موجودين في مخيمات النزوح. يعني اليوم هي السنة الرابعة. يعني إذا أحسب على 450,000، خلينا قلت لك كانت بالأرقام حتى العالم تعرف بالأرقام. طبعا في حدود ال 300,000 نازح أتنا موجودين في مخيمات. لا يعني هسه أقول الباقيين ما نازحين هم 90,000 من أصل 500,000. عفوا. العدد الباقين يعني في منازلهم غير منازحين وليسوا شهداء، ليسوا مختطفين، ليسوا مهجرين، ليسوا مهاجرين، تقريبا حوالي 90,000 من أصل 500,000. بس لا تنسى هذول 90,000، يعني مثلا خلينا نتكلم على أهل بعشيقة وبحزاني اللي رجعوا بيوتهم كلها محروقة، بساتين الزيتون في بعشيقة كلها محروقة. أي. كل الأمور اللي كانت موجودة مسروقة. طيب. زين، يعني رجعوا على أرض خراب.